انتقل هنا لاستاذه داليا زياده مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطيه. استاذه داليا برحب بحضرتك. اهلا اهلا استاذه لبنى، مساء الخير. مساء النور. هلتقط بس طرف الخيط كده من كلام المشار احمد ابو زيد المتحدث باسم الخارجيه، وانا عارفه ان كنت سامعه الحوار يعني، فقولي لي برضو انت شايفه الوضع ازاي، شايفه ازاي هذه المنظمه وغيرها والتقارير المغلوطه ضد البلد في الفتره اللي فاتت واللي بتتكرر كتير. ثانيا تكاتف الجهود بقى لمواجهه ده، ما يكونش فقط دور الخارجيه المصريه لوحدها. تمام. اولا هيومن رايت ووتش يعني بقى لها سنتين بتعوي بينما قافله الوطن تزيد، كل الكلام اللي بيقولوه هو كلام مبني على اكاذيب تروجها جماعه الاخوان المسلمين، وبالرغم من كده لم تلتفت مصر لهذه التفاهات التي تكررها. والحقيقه يعني انا مندهشه ان هيومن رايتس ووتش لسه عندها الجرأه ومش مكسوفه انها تعيد نفس التقرير هذا العام بعد، او تعيد اصدار بيان بشان رابعه يعني هذا العام بعد الفضيحه الكبيره اللي حصلت السنه اللي فاتت بالتقرير الهزلي اللي طلعوه، اللي هو انا شايفه انه عيب بيتقال عليه تقرير. الحقيقه مجرد اوراق كده كانوا كاتبينها وكلها اكاذيب، وحتى الشهود اللي اعتمدوا عليهم طلعوا بعد كده كذبوهم بعضهم يعني طلع على التلفزيون وكذبهم وقال ان انا ما قلتش الكلام ده. فانها تعيد ده تاني وانها تطرح ده تاني، فده الحقيقه شيء يعني يدعو للسخريه اكتر ما يدعو للاهتمام بيه. طب كلمينا اكتر يا داليا، انت اكيد عندك معلومات اكتر مننا بكتير يعني عن هذه المنظمه، دورها الانتقائيه، مش بس بتكلم على المشهد المصري لكن في التعامل مع كتير من القضايا. الحقيقه يعني كفايه ان اقول لحضرتك ان من اهداف او الهدف الرئيسي لعمل المنظمه حسب ما هو مكتوب على موقعهم احراج الحكومات، يعني ده شغلتهم. هم بيلتصقوا او بيحاولوا ان هم ينسبوا نفسهم الى قيمه كبيره ومهمه زي حقوق الانسان ويدعوا ان هم بيدافعوا عنها، لكن الحقيقه هي شغلتهم ان هم يحرجوا الحكومات لمن يدفع لهم. والحقيقه اللي هم مش عايزين لسه كنت اسالك التمويل منين؟ ده احنا عشان لو عرفنا مين بيصرف هنعرف هي بتشتغل باي اجنده. بالظبط، احنا راسلنا هيومن رايتس ووتش وقلنا لهم احنا بنشكك في تقاريركم، راسلناهم كمنظمه محليه قامت بمراقبه رابعه وقامت بمراقبه ووثقت اكثر من 3000 جريمه قامت بيها جماعه الاخوان المسلمين، وقلنا لهم احنا بنشك في تقاريركم ونظن انها مدفوعه من جماعه الاخوان المسلمين، ولم يصلنا منهم اي رد. طلبنا منهم الاعلان عن مصادر تمويلهم حتى يزول هذا الشك ولم يصلنا اي رد. وبناء عليه فاحنا دلوقتي بنعد ملف، وانا شايفه ان ده دورنا التكميلي لدور وزاره الخارجيه. تمام. كمنظمات مجتمع مدني احنا بنعد ملف كامل في كل اكاذيب هيومن رايتس ووتش ومقارنتها بالواقع، وهنقدمه للامم المتحده قريبا جدا بهدف سحب الصفه الاستشاريه من منظمه هيومن رايتس ووتش كمنظمه تدافع عن حقوق الانسان، لانها في الحقيقه نظن جدا بناء على افعالها يعني انها منظمه. ايه صفه المنظمه دي يا داليا اللي بتستند ليها يعني انها تطالب باجراء تحقيق دولي؟ هي بتقدم نفسها على انهم منظمه تدافع عن حقوق الانسان ولها صفه دوليه انها بتشتغل من بلد في العالم، لكن هل فعلا يقدروا يعملوا تحقيق دولي في مصر؟ طبعا ده مستحيل، لان ده لا يمكن ان يتم طالما ان هناك اجراءات تقاضي داخلي قائمة بالفعل، وعندنا لجنة تقصي حقائق، عندنا المجلس القومي لحقوق الإنسان عمل لجنة تقصي حقائق، مؤسسة القضاء وهي مؤسسة مستقلة عملت لجنة تقصي حقائق وأصدرت برضو نتائج منها. إيه تفسيرك لإلحاقهم ويعني برضو إعادة نفس الكلام بنفس الصياغات يعني؟ هو خلق حالة من المظلومية، وده الحقيقة أحد أهداف الإخوان. الاخوان دلوقتي اصبحوا منبوذين في العالم كله بشكل حضرتك لا تتخيلي. كندا لسه من حوالي شهر بالظبط مجلس الشيوخ اصدر قرار بمراقبه انشطه جماعه الاخوان داخل كندا. المانيا بعد زياره الرئيس السيسي وبعد الاحداث العظيمه اللي حصلت والاتفاقيات اللي حصلت وضعوا جماعه الاخوان المسلمين تحت المراقبه، ويمكن احنا شفنا اللي حصل مع احمد منصور. امريكا بتعمل حوار استراتيجي دلوقتي مع مصر، فالاخوان حاسين انه دلوقتي خلاص هم بيفقدوا كل حلفائهم، فبالتالي ازاي يستعيدوهم مره ثانيه بخلق حاله مظلوميه؟ ايه هي المظلوميه اللي يقدروا يخلقوها؟ اقرب حاجه هي بالنسبه لهم احداث رابعه. طيب مره ثانيه ارجع مره ثانيه لجزئيه المواجهه. المستشار احمد ابو زيد قال احنا بقى في امس الحاجه لقنوات اعلاميه مصريه ناطقه باللغه الانجليزيه، ودلوقتي يا داليا بتقولي حضرتك ان المنظمات الحقوقيه هي كمان لازم تقوم بدورها. ف يعني عايزه اسمع منك نشتغل ازاي؟ لازم يكون في تكاتف برضو في الجهود والهيئه العامه للاستعلامات وغيرها، ويعني جهات مستقله ومواطنين عاديين يعني برضو. الحقيقه الجزئيه دي
يعني الحقيقه يا استاذ لبنى احنا في كل الشغل اللي عملناه والله وزاره الخارجيه كانت واقفه معانا جدا، وكان اي حاجه بنطلبها بتقدمها لنا يعني. فانا اظن ان لو استمرينا بالشكل ده الفتره الجايه خصوصا في الشغل مع جنيف بقى الامم المتحده هناك وكده، اظن ان هيكون له تاثير قوي جدا. تمام. فكره المستشار احمد ابو زيد بخصوص قناه ناطقه باللغه الانجليزيه اعتقد هتفرق قوي في بعيدا بقى عن الحكومات، لكن في توجيه الراي العام العالمي او على الاقل خالص تصحيح الصوره بداخل اذهان الراي العام العالمي، لانه في النهايه الحكومات الغربيه بتحتكم لمواقف شعوبها، فلو الشعوب شافت او قدرنا فعلا نوصل لهم بشكل حقيقي. طب انت شايف ان القناه دي تكون تبع التلفزيون المصري تلفزيون الدوله ولا؟ هو نتمنى انها تكون تبع تلفزيون الدوله، بس الحقيقه احنا عندنا نايل تي في مثلا ادينا شايفين حصل لها ايه، والتلفزيون وجهازه بالكامل يعني كل بقى طريقه الصرف عليه وطريقه ادارته بيعاني من مشاكل. فممكن تتم بشكل مستقل تماما، وفي في مصر رجال اعمال شرفاء كثيرين يقدروا يعملوا بتاعه، واظن ان في ناس كثيره قوي هيكون عندها او هتكون شايفه ان ده شرف انها تتطوع للعمل في هذه القناه الجديده، ويكون لنا تاثير فعلا حقيقي على الراي العام العالمي. يا ريت ويا ريت تتم في اقرب فرصه. احنا وفي فرصه وانت بتتكلمي في الجزئيه دي ان شاء الله في فقرتنا هيكون معانا خبراء ومختصين في الاعلام، ويعني تبقى مناسبه سبحان الله يعني مستشار احمد ابو زيد يطرح الفكره دي في التوقيت اللي عندنا فيه فقره في عدد من اساتذه الاعلام والمختصين في هذا المجال نسالهم عن امكانيه تطبيق هذه الفكره واهميتها كمان. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه داليا زياده مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطيه، شكرا جزيلا.